بخطى متثاقلة ينهض المجاهد بغداد في الصباح الباكر لمشاركة باقي المجاهدين في إحياء الذكرى 60 لمظاهرات 11 ديسمبر. ويستحضرون ذكريات هذا اليوم. عندنا مظاهرة هنا في قضايا. وين درتوها؟ نعم من السوق وجينا حتى الخرجة نتاع الوجه البوسطة. تحتاني كيما راه البلدية والآخر فرقونا ذاك الوقت. كان جيش واحد ما كانش. ودي مخابرات من عند هذا كنت أنا نخدم في الوجه وفي المراسلات وفي الصحافة نقولوا مثلا ذاك واش هدف ذاك ونشدوه ذاك كذا ذاك كذا الثورة ملي كانت الثورة. كي شغل المراسل نجي للسيد هذا روح أسيدي واش كاين؟ واش وين اللي قبضوه؟ وين اللي شدوه؟ هذا ولدي يقولوا له هذا الشهيد يقولوا له حوتية الجيلاني الله يولي برحمة الله. المجاهد مختار اختار إحياء ذكرى هذا اليوم على طريقته الخاصة بتصفح صور زملائه المجاهدين الذين وقفوا وقفة رجل واحد ويلقن حفيده قصص هذا اليوم المشهود وكيف دخل السجن. كان تاني شهيد الله يولي برحمة الله وبي الفضيل دهان وخذ من الشهداء من حميدة مبكار. الحمد لله بفضل المجاهدين بعثونا رسالات سرية وقالوا لنا اوقفوا على الجزائر. احنا رانا ندافعوا عليكم بالرصاص وانت دافعوا علينا بالمظاهرات. والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى وقفنا كراجل واحد. والحمد لله انا في نفسي نهار اللي حكموني نهار المظاهرات دخلوني الحبس بالدم تاع الشهداء وبالدم الجزائر. وقفنا كراجل واحد ودنا مظاهرات. هم رجال وطنيون كافحوا وجاهدوا ولبوا نداء الوطن لإسماع صوتهم في المحافل الدولية بفضل هذه المظاهرات التي غيرت مجرى التاريخ.